اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لهنا نكلمكم شوي في تطورات تتعلق بملف الشيخ الرضاء الصعيدي والأقوياء اللي معاه اللي سلطهم على 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 أموال الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة في موريتانيا، أموال ديار وتات اليتامى والمطلقات والمتقاعدين وقوات الأمن وقوات الشرطة، قوات المسلحة، ضباط وضباط الصف والأساتذة والمعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين والقضاة. هذه كامل الفئات حاضرة في هذه كتلة الدائنين. إذن الشيخ الرضا اللي سلطوا العبد العزيز ودولته فأهلك به الحرث والنسل، الله بعد الحرث قطعا هذا والنسل أيضا هم اللي فهم قدر من الأشخاص فاتوا توفتهم الملائكة. السبب المباشر اللي راعوا فيه هو الإحساس بالقهر، كيف الرقيبيات اللي تعرفوا رحمة الله عليهم، وكيف الوالد الفاضل اللي في القصر، وآخرين مولي فهم قطعا مولي نسل فهم نطف خسرت بسبب الشيخ الرضا. إذا لا يكلموكم الصبح عن حدث لا يخلق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصبح إن شاء الله الساعة 11 مقر المحكمة التجارية على أنها تعدل معدلة جلسة. وطبعا هذه الجلسة اللي معدلة المحكمة التجارية حالة نادرة أن القانون أن القضاء يخلق فيه في قصر في قصور العدالة أن يخلق ذا اللي قالوا ليكسيد بوفوار، معناها يعود القاضي قبال قايل رسميا أنه لا يعترف بالبرلمان ولا يعترف بالرئيس، أنه لا يعترف بالسلطة التنفيذية ولا يعترف بالسلطة التشريعية، وأنه لا يعترف بيمينه، أنه القول قوله هو، والمهم هو مرجعية بذاته ولا مرجعية فوقه. معناها إلى عاد مونتسكي يقول ليجيش ني كلا بوش دروا، القاضي في حالة تجاوز السلطة يقول على أنه هو من يصنع القانون وهو من ينفذ القانون وهو كل شيء. الصبح الساعة 11 عندنا حالة غريبة هي اللي مناسبة مستدعي المدونين والصحف وجميع المنصات وكافة المهتمين بالدين وبالقانون وبالشأن العام ومستقبل القضاء ومستقبل المعيارية في موريتانيا، داعيهم الحضور جلسة الصبح مقرة المحكمة التجارية الساعة 11. ولا نديركم في الصورة كيف تعرفوا الشهر العاشر 2019 تقدمت أنا شخصيا بدعوى قدام محكمة قدام القضاء الجنائي، وطبعا ما أجبر القضاء الجنائي اللي هو قضاة النيابة ما سمحت لهم الحكومة بأنهم يحركوا الدعوى الجنائية، لياك ما تسقط حقوق الناس اللي هم ضحايا الشيخ الرضا. حركت أنا دعوين قال دعوى الإجراءات الجماعية أمام المحكمة التجارية. القانون يقول انه يبت فيها في اسبوع، يا غربات المحكمة تبت فيها الا بعد 8 اشهر. والمهم بعد على انها عقب صدرت حكم بتصفية الشيخ الرضا وعينت مصفي. المادة 1416 مكررة من المدونة التجارية الموريتانية وراها هي معدلة 2015 بالقانون 032 اللاليات تندار هذه المادة به، اللي هذه المادة هي اللي طرات فرنسا من عقب 1985 اللي هي المادة اللي فيها الاعتراف بلا مس ديكريانسي اللي هي كتلة الدائنين، وعلن المصفي وكيل عنهم، وعلن المحامي محاميهم، وعلن الأموال لهم، وعلن لا مس ديكريانسي كتلة الدائنين أعلنها عندها الشخصية القانونية وعندها ذمة مالية وعندها والديون لها والديون عليها والديون اللي خارج الكتلة ما ديون باطلة. هذا هو اللي قبضته استعادته فرنسا من أمريكا 2015، قامت موريتانيا وعدلت قانون 032/2015 وجابت نفس المقتضى تقول بالحرف في المادة 416
1416 مكررة على أن المحكمة التجارية عند منين تعين مصفي، تعين اتحاد والله كتلة للدائنين يعود يترأسهم المصفي، وذيك الكتلة هي كتلة الدائن. ش عدلت المحكمة التجارية؟ عينت المصفي، يقال الكتلة ما هي قابلة تتعين. الصبح هام المحكمة التجارية تغير حكم التصفية، يقال الكتلة اللي هي اللي صادر لها الحكم بالتصفية والمحامي اللي هو المحاكم المستصدر الحكم بالتصفية ما معيط له. من هو البديل عن المحامي اللي هو اللي صادر الحكم بالتصفية؟ محامي كان يدافع عن الشيخ الرضا وظهر له أنه ما قط باع ولا اشترى، وأنه صالح من صالحين، وأنه نزاعاته ما تعني المحكمة التجارية، وأن كون المحكمة التجارية تصدر حكم بالتصفية ضده هذا منكر من القول وزور. يخير بما أنه هو ذا المحامي عبر عن نوايا حسنة مع الشيخ الرضا، إذن الخبراء اللي قبل المحكمة التجارية اللي ما صدرت الحكم ما تحت ضغط البرلمان والشارع عاد محاميهم هذا المحامي. الصبح لا يغير هذا الحكم، لا يمودي فيه طبعا في القانون، على أن الحكم خاض المبدأ اللي ينقاله لباراليليسم. والله زاد ذاك التعرف بالشريعة، الطلاق بيدي من يرفع الساق، والله من له سلطة التعيين له سلطة التأديب. معناها لين تبارك هو حكم قرار قضائي، هذا القرار القضائي لين تبارك تغيره لا بد تحترم نفس الإجراءات والشكليات اللي عدلت عن تعديل الحكم أصلا. معناها نفس الأطراف اللي هم اللي صادر الحكم بيناتهم لا بد تستدعيهم في جلسة تعديل تغيير هذا الحكم. هاي القاعدة يقولوا لها نصارى ليميتابيليتي ديليتيج، ليميتابيليتي ديليتيج معناها عدم قابلية النزاع للتغيير. يقين المحكمة التجارية بما أنها لا يتنصر الشيخ الرضا لا يتذل كتلة الدائنين، سيد المختار ما هم المحامين اللي يجبر اللي يعدل به الهم ما يصلح لهم يعود كلينكس، يقول لا لك الظاهر له بعزة الفوق ويختار يعود الضعيف من يعود مع القوي، ما أنه معيطين له ما أنه مستدعين له. علاش بها اللي ما هم على الشيخ الرضا؟ أيوان اللي نعود مع الشيخ الرضا الضحايا من معاهم، هم الضحايا لا بد يعود معاهم حد، هذا يفكروا فيه هم الضحايا. احنا اللي عدنا كاملين الحكومة عادت مع قابل قال مثلا حكومة عبد العزيز قطعا كانت معه مع الشيخ الرضا وقاع هو اللي يشتري الديار، البرلمانيين قدر منهم كانوا معه، اولين جينا القضاء هم اللي حتى الضحايا ما يقعد عندهم محامي. انا لا بد لي من نعود مع الشيخ الرضا ونخون الناس اللي موكلتني، والله ما ذاك ما نستدعى، هذا بلا معنى. ولهذا باقي الناس، باقي الرئيس مسعود أدامه الله وباقي رؤساء الأحزاب وباقي طبعا الرئيس زميليان العزيز وخوي الغالي سلطان واللي طالب عمر نختاره يحضر الصبح به اللي كنت أنا هو ذيك الساعة ضد هاك شمن الثنائية في تنبطقة، كنا ذيك الساعة نقول إنه لا بد من تمونا نكرر المنكر أي ورا وكنت أنا ذيك الساعة أول مستشار القانوني لأول جمعية تعدل في خيامنا احنا ليه أراعيني داعي تارك رئيس حزب الدولة الحمد لله أراعيني داعيك الصبح تشوف قضاء الدولة أحواله شنبته، وطبعا أراني داعي المدونين والمنصات فر. هذه الحالة ينقال لها تجاوز السلطة، ونختار نطمئن ضحايا الشيخ الرضا خاصة الكتلة اللي هي اللي صادر الحكم لصالحها، أعلن إصرار القضاء أنه يخالف القانون، إذا ما يخلعكم أنتم ولا يقلع منكم حقكم بكم اللي انتم جايين للقضاء، ما تدوروا هوا قاضي، تدوروا القانون اللي حالف عليه القاضي اللي صادر عن الرئيس وعن البرلمان. إلين ياب القاضي طبق القانون ارتكب خطأ ينقال له تجاوز السلطة، أخل مبدأ فصل السلطات وهي الجريمة اللي يعاقبوا عليها الرؤساء ويندارو في الحبس على أساس الخيانة العظمى. نفس الشيء القضاة هم اللي يعاقبوا عليها. إلين ياب القاضي يطبق نص أحمر صادر عن الرئيس منشور في الجريدة الرسمية كيف المادة 1416 مكررة، يعود مرتكب لكسي دو بوفوار. راني ما عيني على لكسي دو بوفوار تجاوز السلطة كمطعن في المادة 204 أو جو الطعن بالنقض، أبدي ما عيني على ذاك. أنا أصلا واحد من قدماء تولوز كابيتول وهي بلدة هوريو اللي قبال تطور فيها ذا اللي قال له الطعن بتجاوز السلطة، واللي القاضي فيها اللي يرتكب تجاوز السلطة
ينطعن في حكم وتطعن فيه وزارة العدل، يقال هم اللي يقدم القاضي والقضاة اللي معاه المجلس التأديب ويوفاهم القضاء. إذن ميالت الضحايا الشيخ الرضا يفهموا على هذه المحاولة الصبح ما تضرهم إلا تضر حق ثقتهم في القضاء، وتضر وتحول دون أملنا في أن القضاء في ظل ولي الغزواني يختلف عن القضاء في ظل ولي عبد العزيز ولا ظل معاوية، يقيرهم وما تضر. وعلى هذا الأساس نختير المهتمين بالشأن العام، المهتمين بالقانون، المهتمين بالعدالة بالدين، يحضروا الصبح لا يشوه بأم العين محامي الأستاذ سيد المختار والسيدي اللي هو اللي معدل الحكم بالتصفية في دعوة الإجراءات الجماعية ضد الشيخ الرضا، ومع ذلك الحكم نفس الحكم اللي مستصدرانه لا يغير ما وعلمت، والمحامي هم اللي فهم محامي دافع عن الشيخ الرضا، يقر بما أن الخبراء ظاهرا أنهم وكلاء عن الكتلة اللي قاعد ما بي المحكمة تعينها لا بد لهم المحامي كان يدافع عن الشيخ الرضا. وطبعا اللي حاضر محامين الشيخ الرضا ومحامي اللي قابض الكتل اللي قابض الخبراء في الوقت، الخبراء ما عندهم الحق في قبض المحامي، هم الخبراء لأنفسهم وكلاء المصفي وكيل على الكتلة، الكتلة هي اللي تقبض المحامين، والكتلة أنا هو اللي نمثل. يقير باقي بعض القضاة يكرر مع نظام ولي الغزواني نفس محاكمة ولي مخيطر، حجلكم محكمة الاستئناف في نواذيبو حد ما يعرف القانون يشك أن المحاكمة فيها طرفين، قال هي فيها لا طرف واحد، وذاك الطرف الواحد اللي هو أنا لا ينصاع عمل، والطرفين اللي هما من هما اللي هي النيابة العامة اللي فات 2016 تنازلت عن الدعوة العمومية، ونقيب المحامين اللي فات هما اللي 2016 تنازل عن الدعوة العمومية. إذن الناس اللي منها الصحافة اللي منها فيه لقبة، رؤساء الأحزاب اللي منهم فعلا ظاهر لأنه الدين والله القانون على أنهم يقدر يعودوا وسيلة يحتكم لها والحل النزاعات وموريتاني، المهتمين بالشأن العام اللي باقي يطعن مثلا يدعم الحلول السلمية للنزاعات اللي ظاهر لأنه الضعفاء في موريتاني، من يلا ينتصروا بالقانون بالحق بالدين. هذه الناس كاملة اللي مولي باحث في القانون يبقى يشوف حالة نادرة من حالات تجاوز السلطة، وأنا آخر مرة نشوف فيها في موريتانيا في القضاء حالة من حالة هذا الإكسي دو بوفوار، عندك ساعة محاكمة وادي الناقة عند مني جمعة المحكمة العليا لياك ترتكب جريمة لياك تعدد اللي قالوا لا ريد رقلمة، هذه آخر مرة نشوف فيها قبالة أن القضاء الموريتاني يعدل تجاوز السلطة. يقال الصبح المحكمة التجارية نبقي الناس تجي تشوفها عمليا وأحلف تجاوز السلطة، معناها هذا اللي ينقالوا البرلمان والحكومة قايلة لهم، ذاك اللي يقول بيرامة العلماء الشريعة الإسلامية في موريتانيا، وأنا ماني قاعد نقول لك الكلمة غير بعد تعرفوا والله، ذيك حالكم اللي كان يقول القذافي رحمة الله عليه الأسطول السادس الأمريكي. إذن اللي ممكن فيه لقبة والله يبقي القانون، والله على كل حال يبقي ينكر المنكر، مرحبين به الصبح بين العاشرة و11 في المحكمة التجارية بقصر العدل بن واكشو. ومذكركم بالقرآن، قرآن ما يبقي الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الظلم ظلمات، والظلم الصيفة اللي نقدوا ننكره بها وعود ما تلا يخلق هو أنه لين يتبارك يخلق نحضر نعود شهود عليه، وراه هو للأسف اللي ما ينكر المنكر يعرف أنه ما هو من المؤمن، قال مولانا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حد ما ينكر المنكر ما هو من المؤمن. الصبح اللي نجوا القصر العدالة لا يتشوفوا بشكل حي القضاء وهو يخالف القانون ما بيطبقه، في الوقت اللي احنا ضرك نصنتو وذا ما هو طايرنا على كل حال زين عندنا الناس كامل يطبق عليه القانون. رئيس الدولة السابق والعبد العزيز في الحبس على أساس أنه مخالف، أنه مخالفة القانون. طيب لا ينعودوا مخالفة القانون اللي ينعودوا عدلوا القضاة، هذا عمل نبيل، غير ينعدلها الرئيس ماتنا في الرئاسة يعود ذاك عاد حقارة. هذا نختاروكم الصبح تحضروا المحكمة التجارية به اللي من رأى ما هو كيف من سمع، وراجي إن شاء الله أعلن حضوركم يعود يرجح مولانا به ميزان حسناتكم، بيدي لا تنصروا به قدر من الناس
فيه اليتامى وفيه المطلقات وفيه الأرامل اللي ديارهم ووتاتهم مقلوعين منهم، من قابضهم شي من الديار عند ولي عبد العزيز، شي عند وزير الخارجية في الحكومة الحالية، شي عند رئيس المجموعة البرلمانية اللي بئر، شي عند قاع العالم والحبيب الرحمن مفتي الجمهورية، شي عند أقوياء موريتانيا. معناها اللي جينا العدالة سيد المختار لا يبدلو نقتلوه نديرو في بلو محامي ثاني كان يدافع عن الشيخ الرضا. الكتلة ما لا قائلة بيقولوا بها ما أننا معترفين بها لا يديروا فيها وحدين كانوا طاعنين في الحكم بالتصفية. إذن اللي نجو الصبح لا يتشوفوا تشوفوا وراش إن شاء الله نمجيكم كيف كلامي أنا هذا فيه محسس الحكومة محسس البرلمان محسس. طبعا دور الصبحي نجبر الوقت نكتب البنك الدولي نكتب الشركاء موريتانيا بيلي فعلا نبقي الحالة نبقيهم وشوفوها نقيم وشوفوا. أقول قولي هذا ونذكركم ذاك اللي يقول مولانا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يا الخطيرين يعود مولانا ربنا يقول أنه وهم لا يظلمون أرانكم لكم ما أنكم لا تظلمون ما أنكم لا يتظلمون ولا يظلم ربك مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك الصانع عود جو القضاء شمن الضعفاء يقول أن سيد المختار ما راد الله أن نستدعوه ولا نعترف بك شي ما تخون عين الدق في العين القايلة من النهار كتلة الدائنين وتكون بيني مع الشيخ الرضا. وهذا أنا كان يقولوا لي كساعة فويل ولله ويقولوا لي الشيخ الرضا ويجوني القصايد العصماء يقول أنا ما ندور القصائد ولا ندور الفضة ولا ندور عبد العزيز ولا ندور فطن حكومة يقول ندور نسلك من الفضاحة. الخيانة ما تنفع قطي تسمع تولين يعود يسترهب المحامي لياك يخون معناه أن المواطنين العاديين شو عدلهم اللي نعود حد في سنيانة النذير على اللحية وعلى الرأس وحامد مولانا نقرأ القرآن ومع ذلك المحكمة تقول لي مرها عليك فرصة عليك تخون عين الدق في عين الضحايا وتكون بيني مع خبراء يعرفوا كل شيء يكون القانون ومخالفين القانون يمثلوا كتلة ما هي خالقة. والله ما ذاك ما أنا مستدعينك من الله نستدعو المحامي اللي مع الشيخ الرضا كان يدافع عنه والله مولي يوني الشيخ الرضا. هذا ما هو ضروري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكرر الرئيس مسعود بالخير جميع رؤساء الأحزاب جميع برلمانيين موريتانيا المدونين أصحاب المنصات الصحافة أهل الله خاصته أهل القرآن اللي منكم باقي عود بالعاملين بالقرآن أراني مستدعيكم الصبح ما بين العاشرة والساعة 11 في المحكمة التجارية في قصر العدل لا يتشوفوا قبال محامي حكمه واللي مصدره لا يغير قال له أنت قاع ما تريد خلق أنا راني دوان الحمد لله حي نتكلم معكم يقارنوه المحكمة بالنسبة لنا ما تريد حي كتلة الدائنين بالنسبة لهم ما تلاو خالقين وتوف محكمة فيها طرف واحد متقسم قسمتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.